كوريا الشمالية تفشل من جديد في إطلاق صاروخ متوسط المدى. الصاروخ من طراز موسودان تم إطلاقه من وونسان على الساحل الشرقي، لكنه سرعان ما اختفى عن شاشة الرادار وسقط بعد ثوان من إطلاقه. هذه التجربة أثارت من جديد بعض المخاوف التي ركز عليها المشاركون في الاجتماع الوزاري لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في قارة آسيا، والذين شددوا على عدم السماح بحدوث حرب أو فوضى في شبه الجزيرة الكورية. في كل يوم تخرق بيونغ يانغ قرارات مجلس الأمن الدولي باستخدام جميع أنواع الوسائل لتعزيز قدرتها النووية والصاروخية وزيادة الأنشطة في منشآتها النووية. أمل أن يلعب الاجتماع الوزاري لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا دورا في عرقلة التقدم في قدرة الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة يهدف أساسا إلى مواجهة التحديات الجديدة للأمن والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وتهريب المخدرات والسلاح والإرهاب.